مباراة صعبة جدا في دور الثمانية، والنتيجة تعادل 50 مغاغة المنيا 50 اللوزي دمياط. عندنا تغيير في اللوزي، ملك ياسين رجعت مكان منى الجحر. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. محمد محمود هتروح تسمع أغنية وترجع لنا تاني، اتفضل. سلمى مكاني. ازيك يا سلمى؟ الحمد لله. قولي لي بقى، مين دربك في تحت الضغط؟ كلهم، كله دربني. اي حد؟ اي حد بيدرب. وبتجاوبي على كام سؤال صح تقريبا؟ يعني افريج يعني 5 مثلا. كويس كده. كويس، معقول. الاسئله مش صعبه محمد محمود، تمام. تحت الضغط كاونتر. في اي من دول شمال افريقيا تقع مدينه عنابه؟ تونس. غلط. فنانه قامت بدور شروق في فيلم عوكل، فمن هي؟ فاس. ما هي اعلى رتبه في القوات المسلحه المصريه؟ مقدم. غلط. احمد سكرنو اول رئيس لاحدى الدول الاسيويه؟ اندونيسيا. صح. اديبه سعوديه مؤلفه روايه طوق الحمام، فمن هي؟ اسير النشمي. غلط. ما هو حاصل ضرب 8 في 14؟ 114. غلط. في اي قاره تقع سلسله جبال كاسكيد؟ اسيا. غلط. ما هو الرمز الكيميائي لعنصر النيكل؟ ان اي. صح. سبونج بوب هي اغنيه الفنان مصري، فمن هو؟ باس. ما هو النادي الحاصل على الدوري مصر لكرة القدم؟ صح. تفضلي. كده 3 إجابات صح من 10. سؤال أخراني خطفتيه وقلتي الأهلي في آخر ثانية، برافو عليك يا سليم. عايزين محمد محمود ينضم لينا. انا قلت 9 اسئله ونص، والسؤال الاخراني سلمى خطفته كده وجاوبت اجابه كده وطلعت صح. تمام تمام. تحت الضغط كاونتر. في اي من دول شمال افريقيا تقع مدينه عنابه؟ ليبيا. غلط. فنانه قامت بدور شروق في فيلم عوكل، فمن هي؟ ما هي اعلى رتبه في القوات المسلحه المصريه؟ باص. احمد سكرنو اول رئيس لاحدى الدول الاسيويه، فما هي؟ ايران. غلط. اديبه سعوديه مؤلفه روايه طوق الحمام. باص. ما هو حاصل ضرب 8 في 14؟ 112. صح. في أي قارة تقع سلسلة جبال كاسكيد؟ أمريكا الجنوبية. غلط. ما هو الرمز الكيميائي لعنصر النيكل؟ الناي. صح. سبونج بوب هي أغنية الفنان مصري، فمن هو؟ حمادة هلال. صح. ما هو النادي الحاصل على الدوري المصري كرة القدم موسم 2023-2024؟ الأهلي. صح. أربع إجابات صحيحة من 10 مقابل 3 إجابات صحيحة من 10. تعالوا نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. في أي من دول شمال إفريقيا تقع مدينة عنابة؟ عنابة طبعا في الجزائر. فنانة قامت بدور شروق في فيلم عوكل نور، نور اللبنانية. ما هي أعلى رتبة في القوات المسلحة المصرية؟ المشير. أديبة سعودية مؤلفة رواية طوق الحمام، هي رجاء عالم. في أي قارة تقع سلسلة جبال كاسكيد؟ في أمريكا الشمالية. هي دي الأسئلة اللي ما تجاوبتش. كلنا نحيي سلمى ومحمد، محمد وسلمى. الشباب تقدموا والنتيجة اتغيرت. محمد محمود كنتوا كام؟ 50. وكم إجابة صح؟ 4. 4 بقيتوا كام؟ 20 و10 30 يبقى 80. 80. سلمى 3 اجابات صح، كنتوا 50 بقيتوا 65. 65 و25 كام؟ 90. 90 تتقدم. 80 و25 105. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. اول 2 عاصم ونغم، نغم وعاصم. السؤال الأول، علوم، ما هي ثاني أكثر الخلايا وجوداً في جزر لانجرهانس بجسم الإنسان؟ الجزر دي بتتكون من حوالي 1000 خلية بتشكل الغدد الصماء
في البنكرياس الأولى خلايا بيتا. ماشي. التانية إيه؟ جاما. جاما الرابعة. إجابة خاطئة. ماشي. الخلايا دي موجودة بنسبة من 15-20%. في إجابة؟ مفيش إجابة. خلايا ألفا. اتفضلوا. هارد لك. إيساف وسلمى، سلمى وإيساف. السؤال التاني جغرافيا. في أي دول الشام يقع جبل النبي شيث؟ ارتفاعه حوالي 1000 متر. بيرجع اسمه لمقام موجود أعلى قمته. دولة شامية. إجابتك سوريا. سوريا الهدف الأول. مشهور بنبع قارة الشعرة. الحسن محتاج تتعادل. إسراء لو جاوبت صح رجعت ب 25 نقطة. السؤال الثالث تاريخ. مجلس زامسكي هو الهيئة النيابية العليا بإحدى الدول في القرن 16 الميلادي، فما هي؟ مجلس زامسكي. روسيا. روسيا طبعا الهدف الأول. تم عقده في أول مرة في عهد إيفان الرابع، وآخر مرة انعقد 1693. الحسن اتعادلت. هدف مقابل هدف. محمد وملك. السؤال الرابع معلومات عامة. ضربت الفيضانات ولاية ريو جراندي دو سول عام 2024 بإحدى الدول، فما هي؟ البرازيل. طبعاً العرب الثاني. طبعاً سواحل البريد بأمطار أعلى 3 مرات من المتوسط. مات في الحادثة دي حوالي 80 شخص، ونزح 500,000 شخص. محمد محمود هارد لك. الحقيقة اتأخرت. ريو تودينا البرازيل. برافو يا ملك، خدت قرار وخدت 25 نقطة وتقدمته. 90 اللوزي دمياط، 80 مدرسة مغاغة القديمة المنيا. 10 نقاط، يعني سؤال واحد في عجلة الحظ يغير نتيجة المباراة. دايما ماتشات دور الثمانية صعب ومتكافئ، كل شوية مدرسة تتقدم، محدش يقدر يجزم اللي ممكن يحصل. فريق عمل اللي عليه واستعد وذاكر وبإذن الله ربنا يوفقه. كان الله في عونهم، أعصابهم وأعصاب الجمهور مجهود سيزن كامل. إجابة صحيحة. اول ما احتفظت بالهدف الاول في ضربات الجزاء الحمد لله التوتر خف وخلاني اقوى ان احنا نكمل ونكسب ان شاء الله الماتش. انا مبسوط باداء فريقي في البطوله كلها، وسواء كسبنا او خسرنا تجربه مفيده. ان شاء الله نقدم احسن من كده في عجله الحظ. للاسف الشديد في مدرسه هتودع البطوله، وفي مدرسه هتحقق جزء من الحلم. المربع الذهبي حلم كبير. مباراه صعبه ومتكافئه، وكان الله في عونكم، يعني جمهور قاعد على أعصابه. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 70 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 170 نقطة في خزنة البنك الأهلي المصري الداعم الرئيسي لتطوير مدارس مصر بمختلف مراحلها. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.